أعلنت شركة الشحن والتصدير الإماراتية عروض خاصة بفصل الصيف على الجزائريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، وذلك بضمان جميع خدمات الشحن والتصدير والرسوم الجمركية على تشكيلة من سيارة سوزوكي ترقيم 2022. ونشرت الشركة هذا الإعلان خلال صفحتها على الفيسبوك بمناسبة موسم الاصطياف، وتقول هذه الشركة أن سياراتها تمتلك أفضل التكنولوجيا اليابانية والمواصفات الخليجية بأسعار مخفضة وحصرية. السيارة الأولى هي سوزوكي ألتو بسعر 132 مليون سنتيم، السيارة الثانية سوزوكي إسبريسو بسعر 156 مليون سنتيم، السيارة الثالثة سوزوكي سيليريو بسعر 156 مليون سنتيم، السيارة الرابعة سوزوكي ديزاير بسعر 208 مليون سنتيم، السيارة الخامسة سوزوكي سويفت بسعر 212 مليون سنتيم، السيارة السادسة سوزوكي سياز بسعر 266 مليون سنتيم، السيارة السابعة سوزوكي بالينو بسعر 274 مليون سنتيم، السيارة الثامنة والأخيرة هي سوزوكي أرتيغا بسعر 284 مليون سنتيم. ملاحظة، هذه الأسعار بدون احتساب مصاريف الشحن والجمركة. وفي الأخير للأمانة نحن لا ننصح بشراء هذه السيارات، لأنه لا يوجد في الجزائر قطع غيار أصلية لعلامة سوزوكي، ولا ضمان ولا خدمات ما بعد البيع. سلام.